هل أنه الماء الصالح للشرب هو فعلا صالح للشرب؟ لا ما يتشربش، ديجا انا عامله فيلتر في الدار وناخذ في الماء في لو مينيرال معناها. تشرب في ماء معدني يعني تشريه؟ سيغ. علاش ما تشربش ماء سباله؟ خاطر فيه ريحه خايبه وماهوش بنين تو سامبلومون. لا ما هو صالح للشرب، منين صالح للشرب؟ الماء ريحته ناتنا يا بنتي، قسما بربي انا نشرب كان ماء دبابز، عليه باش نكذب؟ ماء السباله نسيناه يا حسره، كنت قبل كي نبدا نغسل الماعون نشتي شربه في صحن في كاس في براد، نبدا نشرب وما نرواش منه. توا يا بنيه عمي نتوضا باش نصلي، انا نحطه في فمي وانا خواطري تدول من الريحه. فيه ريحه؟ ياسر ريحه، ريحه كريهه. حتى ساعات كان نبدا نستنى في راجلي باش يجيب الستيك، نحطها كي تريف مواي يبرد باش تتبدل المطعم شوي، ولا ما يتبدلها الريحه مقواها. هي الكلمه صالح للشراب، كيفاش نوزنوه؟ هو مش صالح للشراب، اما هو ماء صالح للشراب كيفاش نوزنوه؟ معادله ما فماش. هي اصلها في كي تقولها ما فماش. السيد يحكي قال لك عامين، اما 10 سنين نحن عمرنا مستحيل مش شربنا شربه ماء، مستحيل. بون ما نحكيوش على الفاتوره، فاتوره يقول لك تستهلك 40,000 نزيدك كذا، من ما يهمنيش فيها هذيك. اما انت اعطيني ماء باش ندوش بيه، ما نشربوش باش ندوش بيه نقا. يا هو صالح للشراب تكتب هما قالوا، علمونا حاجه باهيه برشا الصونات، يعطيهم الصحه الله يرحم والديهم، محليه ما تدوش بيه فهو تعمل الجيل هاك، هو بيده هو جيل هاك، تصب على روحك تلقى روحك ريحه كنيتنا محليها، شنو به ياسر شنو؟ بعد تجيك فاتوره 60,000 و70,000 غير صالح للشراب اصلا. علاش؟ الريح المتعة، القنوات قديمة ما تجددتش عندها شي شي، توا بعض المياه المعدنية ما تتشربش. ليه؟ ليه؟ حتى تعرف في أصل كي تغسلي بيه وجهك فيه فيه ريحة، أبار مش تشربي فيه ريحة. ماهو صالح يعني مطعم وماهوش باهي، وزيد يصبوا في الفضلات تتخلط يعني توصل لنا لنا احنا حاجة مش باهية. وكا فينا شنو تشرب انت تاو؟ عاملة فلتر في الدار صفي في الماء وساعات نشري يعني ماء وكا. من وقتاش قررت قلت هذا بس سبيلة ما عادش نشربو؟ ملي ولاو يقولوا الحيوانات تموت في الوديان وتتعدى للسبابل وللكل قصيتها. انت ما عادش عندي ثقة مع الثقة جملة. من وقتاش انت ما عادش تشرب الماء سبيلة؟ 11 سنة 12 سنة مع الثورة يا أخي، بعد زين مشي الله يرحمه. حتى الماء تربط بالثورة؟ خماء ولا كلها قبليات، قبلية تهز فيه قهوة تنقب، ماء تشربه وتلقى لطف يا ربي حني، تمرض بالكونسير ولا تمرض باللطف، شنية الغش؟ أنت دوش دوش هاي، أعمل دوش تو، كي ما تخرجش ريحة كنات نيجي بزق على وجه. ما عادش لا ماء تشرب، لا ماء تغسل بيه، ولا ماء تغسل بيه المعون، ولا ماء، أمان أمان، فيقوا شوية. فما حاجة أنا ما فهمناهاش توانسة نحنا، مش ثورة ولا تبديل حكم ولا تبديل وياه، أعطيني الضمير المهني شنية هو؟ وينو السونداج؟ وينو الجفاف؟ وينك الماء يهبط أبيض؟ نقعدوا نستنوه مش يصفى، مش بعد خاطر من غدوة تلقاه صافي، والله لا فما شربة ماء برا مسكين الزوالي وكاهو. شفنا على الفيسبوك فما مقاطع متاع فيديوهات الماء هابط من السبابلة لونه أورانجي كما نقولوا. الله اعلم بنية عمي هذا اورانجي كنا نشوف فيه قبل على الاقل مستصفر، تو نشوف فيه اورانجي، غدو نشوفوه اخضر بحوليه، في زرزوميه، في حاجه كي ماشيه، تي نقول لك نحكيو تو مبسط صغير، برا دوش، برا دوش ويجي اشوف، وكاهو ما نحكيوش حاجه اخرى، مش نشربوا برا دوش، تي برا شوف العباد مساكن وجهها، لازم وجهها اصفر من الكمبيالات ومن الضو ومن شنو، زيد يدوش مسكين اصفار اكثر. احنا كي قرينا قبل يقول لك الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحه. هذا لونه مستصفر وعنده رائحه زفرة، ما تتشمش. اي مالا انت فيش تعمل فيش تشرب كي ما تشربش ماء سباله؟ لا نشرب في المعدني، الماء نتاع السباله ما يسمى صالح للشراب. نغسلوا به المعون وصابون، وفي المعون نزيدوا جافيل، نعملوا جافيل باش كان فما حاجه مش كيك معناها ما تغسلش بيه. لا لا ما نغسلش بيه كيك. ما احنا في تونس عنده مطعم وريحه ولون، مالوغوزمون معناها غير صالح للشراب، صالح للتنظيف.
هكا هو با بلوس حتى باش طايبيه ما تنجمش طايبيه معناها. اما كي ما تخلصش بيان سور يقصوا لك اوتوماتيكمون. كيفاش تراها الحكايه؟ ماهيش لوجيك تو سامبلومون معناها، اما لا غالب هذيك هي دولتنا فهمت، ما تنجمش قال لك اذا خصمك الحاكم شكون شكون تخاصم معناها يعني. من وقتاش قصيت ما عادش تشرب ماء سباله؟ صافي 5 ans 6 ans كي كمان. يا حسره قبل، يا حسره، يا حسره على قبل وعلى مانا قبل، كنا نطيبوا بيه ندوشوا منه تبدا تشرب ما ترويش. توا توا مسكين الزوالي اللي ما يخلطش على دابو زمان بالشارع يشرب فلوسه. تو عنده ريحه وعنده تعب. الماء نتاع تو ماء البيار وماء الوديان خير منه. ماء البيار والوديان خير منه وانظف منه. كاليتي خايبه. كاليتي خايبه نتاع المطعم ونتاع الريحه. كي ما تشربش ماء سباله شنو تعمل؟ ثم كلمه يبيعوا فيه. مش ما صافي خاطر ما صافي غير علينا ما نجمش نشري، اما ثم كلمه يبيعوا فيه نشرو. مال اخر هكا في اي مال اخر منين تاخذ فيه؟ ثم مرات تبيع فيه بحذانا في حي الخضره ناخذ من عندها. مال اللي تشرب فيه عندك فكره منين جايه؟ ما عنديش حتى فكره. مطعم وباهي؟ مطعم وباهي ما فيش مطعم. اللي نشري فيه ما فيش مطعم ما نعرفش منين جاي. ديجا ثم ما نشربوا فيه. ناخذ في دبوزه بويترا ونص ب 250 فرانك، خير ما تاخذي دبوزه صافي بدينار 800. اما انت قاعده تدفع في فاتوره نتاع ماء صالح للشراب كمان. اي ندفع. ما تشربوش منه؟ ما نشرب منه، واش باش نشرب منه؟ نشرب على قتلين قطع الرقب يقتل الماء، يقتل الماء، تعرف شنو معناها يقتل؟ يقتل. انا نقول لك ان لا كنا نمضمض فمي برك خواتري دول من الريحه. ريحة راي ريحة كريهة راهو مش نورمال يا حسرة. المواطن يعني مضرور في صحته هكا؟ شنو مضرور؟ عندك شك في هذا الزوالي اللي ما يقدرش باش يشري ستيكة ماء ب 3000 تقول ب 4000 فرنك هي. ها مسكين هو تضر صحته برك وأولاده يتضروا وعائلته تضر خاطر هو ما يقدرش باش يشري ستيكة ماء. فاتورة نتاع ماء الماء تجيني 100 150 160 دينار. مقابل الخدمة أنت ماكش مستنفعة منها معناها؟ نستعمل منه كان للتدويش وغسيل الصابون هكا. هو مكتوب ماء صالح للشراب. مكتوب ماء صالح للشراب، هو مش صالح للشراب حتى تعرف. ديجا قلت لك تغسلي به وجهك تشمي ريحته. كي تمضمضي فمك تستطعمي المطعم نتاعو مش باهي حتى تعرف. كل ما تجي فاتورة في وقتها نخلصها أمورها مريقلة. مقابل الخدمة أنت ما تمتعش بها. مانيش متمتعة بها، جست للدار وكهو نسيقوا به وننظفوا به وكهو. فهمتني؟ اما بالنسبه للشربين ولا الطاطيب ولا حاجه كلها مانيش نستعملوا فيه. مادام راهو نحكيو على الماء في 2022 مانيش نحكيو على حاجه اخرى معناها. اي بالنسبه لي انا مادام فيه حاله كيف هكايا حيوانات تموت والكل خط احمر. راهو الماء ما نحكيوش على ماكله ما نحكيوش على مكملات اخرى معناها. اي هما ما اي هما ماهمش يداويو فيه اولا ماهمش لاهين بيه. وما همش يعطيوا في نصيحة للناس اللي هو راهو ماء يعني نقي وصافي واموره واضحة كهو. احنا بالنسبة لنا احنا نحيناه وكهو ابعد على الشر وغني له. ندفع ما شفناه نعم. ما تشربوش وما نشربوش نغسل بيه وتوا ناب علي ربي شوية عملت فلتر معناها من الماء اللي داخل الدار باش ننظف بيه. عملت فلتر باش ينقص لو ماكسيموم من الميكروبات ومن الهم نتاعه. باللوجيك مسيو احنا ندفع في فاتوره نتاع ماء صالح للشراب نورمالمون في المقابل ناخذوا ماء صالح للشراب يعني يتشرب ما يمرضش ما فيش ريحه مطابق للمواصفات معناها. يا اخي احنا كان الماء يا اخي اللحم ناخذوا فيه جديد يا اخي البطاطا ناخذوا فيها بصوم باهي الطماطم ناخذوا فيها بصوم الحقيقي كل شيء مسيبة 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 ما فما حد حتى رقيب وحتى كنترول وحتى ما فماش. سونيت ما عندناش سونيت نحن جارب. لا عندنا هي بجرب يزيدنا شوي في الفاتورة فاتورته مش ضعيفة برشا والله ضعيفة ياسر ضعيفة 120 130 وقابل ما تشربوش. أنا ما نشربوش أنا أصلا ما نخزرلوش جملة ماذا بيا خلي ما نشربوش قلت بجرب يزيد قوي شويه بجرب يكونوا وكهو في البلاد خلينا نخرجوا منها سالمين وكهو. المفروض كي نحن نخلصوا في فاتوره الماء جينا بالغلاء يلزمنا نقول ماء صالح للشرب به نقول نضيف. من وقتاش بطلت ما عادش تستعمل ماء سباله؟
برسك اكثر من 5 سنين، اكثر من 5 سنين، اكثر من 5 سنين ما استعملوش مسبال لا للشراب ولا حتى للماكل. قول لهم يا جماعه السونات عليه مش حرام عليكم مرضتوا العباد، انتم تتحاسبوا عليه نهار اخر، خاطر الشعب هذايا هو عاتيت فيكم الثقة وانتوما ما عادش عندكم ثقة، العباد ما عادش عاتيت فيكم الثقة. الماء انت كتذوقوا تحسوا عادي، انت تحسوا عادي يا جماعة السونات يلي تغشوا في العباد وليتوا زعام كان في الفاتورات تبع حرام عليكم. عليه شطروا انت تحطوا في فمك خواطرك الدور عليه قبل شبينا ما قلناش عليه خايب وكاريه، اما توال الصبر حدود يا حليل والزوالي. انت كي ترقد يجيك النوم الزوالي بدا يشرب ماء يضروا في كلاويه ولا يضروا في بصارنو عليه، موش حرام يا اخي شبيكم ما عادش تخافوا ربي. السونات ما عندهمش حتى مبرر، ديما كل ما تكلمهم يقول لك هذاك هو الموجود، يعني اشرب ولا طير قرنك. نقول لهم حسنونا من الكاليتي نتاع الماء مادام احنا نخلصوا دونك عاد شفنا حقنا فوالا اكزاكتومون.